طيب أبجيك أبشر. مرحبا أبو غالي. الله يرضى عليك. مرحبا بالشيخ وكلكم الشيوخ. الله يرضى عليك. لكن احنا نبي نشارككم بالأجر. الله يجزاك. بالعكس تفضل. هذا المطلوب. احنا نبي نقول للمشاهدين ونقول عمارنا ترى أبو غالي والشيخ مهنا يوم جاوا ما يتكلمون، ترى ما يقول سددوه لنا حنا، ترى هم قاعدين يكلمونكم عشان عماركم أنتم. الوقفه انت يمكن واحد يروح يدفع يقول عشان خاطر الشيخ مهنا ولا ابو غلا على الوقف، ترى انت قاعد تدفع عن نفسك. الشيخ مهنا ابو غلا يمكن متصدقين بينه وبين الله، انا من الناس اللي شاركت في الوقف هذا. ما شاء الله. انا ماني بكفيل اني اقول، لكن انا بتحفيز للناس. احسنت. انا ترى قاعد اكلمكم، انا خلاص اللي علي سويته من صوب الله، بس انا قاعد اقول لك انت سو مثل ما سوى عفان، مثل ابو غلا، مثل اهل الخير دايم، اجتهد لنفسك، عط نفسك، ابذل جهدك. يا اخوي ترى هذا لك انت يوم القيامه، انت قاعد الحين في اختبارات، شيء تنجح فيه شيء تسقط فيه. صح. خليك عمل خير، لا جاء بكره وجاء المفترق الطرق عند مالك ورضوان الا انت تروح اهل الخير. الله. ما تروح اهل النار، يستقبلونك بوجه البشر. لازم تاخذ كتابك تاخذه باليمين، لك اعمال توازن لك تفكك من مصايب انت مسويها، من اخطاء انت مسويها. في شاعر يقول وقفنا عند بابك، يمدح الله عز وجل سبحانه، يقول وقفنا عند بابك ما لنا مطلوب غير رضاك، معاصينا كبار وعفوك اكبر من معاصينا. وفي شاعر يقول يلا اللي يدور رحمتك ما سكرت باب، يلا اللي يدور رحمتك ما سكرت باب، يا الكريم اللي جميع البشر عندك سوى، اعرفك بالعقل لو بيني وبينك حجاب، وادري انك عالم بكل شخص وما نوى، ابتعد عنك وعرف الثواب من العقاب، وادري ان قوتك من فوق قوه من قوى، مو من بالله تعالى وما جاء في الكتاب، يوم اسعد من صعد بو يهوي من هوى، وادري اني من تراب ومصيري للتراب، لو ما هو من تراب المقدس في طوى، شاعر بيني وبين الشعر كلمة اعتاب، وان بغيت اقولها قال لي مالك لوى، واسمع الاصوات واختار ما لذى وطاب، وترك العهدة مع اللي كتب واللي روى، وتحاشى شرهة الطيب ودم الجناب، والصحيح ان المشاريه ملعونة ثوى، والله ان الكلمة الطيبة عين الصواب، لو بلش من قالها في الزمن واكل هوا، ليتني مثل اللي يعيش ما يحسب حساب، لا تبع خطوة تبليس الرجيم ولا غوا. سلام. يا سلام. سلمت سلمت سلمت. الله يبيض وجهك. وجهك ابيض. لا انت حبيبي عفان ما قصرت ولا انت يا اخواني. هالكلمات اللي احنا نحتاجها اللي تحفزنا والله، وتحفز مشاهدينا ويتابعونا اليوم اخواني واخواتي، اللي اصلا الشيخ ذكر انه المتسابقين اللي مروا على النسخ السابقة والضيوف اللي كانوا معنا، ولا شك انه الجهد الاكبر والاعظم هو للناس اللي يتابعونا من الاخوان والاخوات، اللي الحين اعرف انه في ناس الان رفع جواله وقاعد يتبرع للوقف وقاعد يرسل وقاعد ينشر لانه سمع كلمه طيبه تدل على الخير. طيب باخذ مشاركه منه ثم برجع كذلك وبرجع للشيخ. هاي شباب الضفه اليمنى. انا والله عندي ابو غلا وسيله. سلمت. الله يمسك بالنور. يا مرحبا. والله عندي موقف. احسنت. هذا المطلوب. تقريبا سنه حصل ظرف. نعم. وعاقت بعض الأمور، قعدت تتلدد على قرتهم يمين ويسار، فكنت جالس عند أبوي الله يطول لي عمره وعند أمي من باب السوالف والأخذ والعطاء، فالتفت لي قال أنت تصدق، مديت شيء تصدقت. هذا اللي يقوله من معليش؟ أبوي. الله يحفظه. ما أقدر أقوله لا إيه ولا أقدر أقوله لا، سكت على قول مشيت السالف. عقبها بأسبوع طلعت من عند الشاي بعدها بيومين، مديت ما جت في نفسي، اقعد اسبوع او اسبوع ونص، يسر الله الامر اللي عالقني رجلي له 6 شهور. الله الذي لا اله الا هو. اني على قول حطيت الدرهم من هنا، بعدها باسبوع العوض من هنا، العوض من هنا. الله. فايقنت عقبها ان الحمد لله اي شيء تقدم وجه الله ما يضيع. يا سلام. واللي بخاطرك ان شاء الله انه بيصير. فانا اقول انا سويته اكثر من مره، لا مره ولا مرتين للامانه، والحمد لله والله لقيت اللي جابها في وقتها في حله، وما انفقت من شيء فهو يخلف. الحمد لله. يعني موقف اخونا يعني يستشهد به بايه في كتاب الله، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اذا انظروا لما تصدق تيسرت اموره دائما. لذلك انا اعطيكم مقوله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس الله روحه، يقول الصدقة من جنس القتال. الصدقة من جنس القتال. من جنس القتال. فالشجاع يقدم والجبان يرجف. يعني شوف الآن، لأنك أنت الآن
مع صراع مع نفسك، في تردد، وفي تردد. لا، التردد هذا يعد نوعا من أنواع الجبن. لا، أنت الآن في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، خليك شجاع. نعم، فالشجاع يثبت والجبان يرجف. يعني شوفوا كيف المقولة هذه والله تكتب بماء الذهب. يا سلام. وأيضا مقولة لتلميذه ابن القيم الجوزية: للصدقة تأثير عجيب في دفع البلاء ودفع العين ودفع شر الحاسد. عجيب، شفتوا يا إخواني؟ لذلك يعني الصدقة بابها واسع. فأنا والله شدني يعني أخونا بقصته هذه، فلذلك لا تترددون، دائما أقدموا، لأنكم تتعاملون مع من؟ مع الله، مع الله، مع الكريم. سبحان. إن الكريم إذا ناديت قال نعم، فكيف بالله ذي الإنعام والكرم. سبحان. فابسط له الكف لن تأتيك خائبة، فقد سألت الذي سواك من عدمي. سبحان جل وعلا، سعدك الله شيخ مهنا. سام أبجيك بعد. يا طوال العمر قبل فترة في سنتين صار وكلها أقساط وصار. السالفة الأولى والله يا شيخ حصل لي موقف أني ما أقدر أنام من الضيق، ضايق يا شيخ، وأنا رجال صلاتي صراحة مهبك، وصلي ويوم إن صار الموضوع ذا كل من واجهني قال يا ناس أصل وصلي ومن الكلام ذا وإلى آخره والوتر وما أدري إيش، حسيت إن الموضوع للحين يطول العمر. ويجيني الوالد الله يخليه لي طول بعمره، قال يا ناصر أخذ الكرتون ذا، وحنا في مكان شو اسمه مكان أغلبهم عمال، قال أخذ الكرتون ذا وروح وزعه. اليوم الأول جت من أبوي، اليوم الثاني أشتري أبوي يعطيني كرتون ما أعطاني، ورحت بنفسي ما معي والله الا 15 ريال وراح اشتري لي كرتون ثاني واروح اوزع، وبتلت على الموضوع ذا اسبوع. والله يا شيخ اني قمت من النوم وقتها وانا متعود اني لا قمت من النوم وضيقتي موجوده مترسلتني هنا، والله يا شيخ قايم من النوم ذاك اليوم ان ما فيني ولا حاجه، اني مسفل اروح اسولف مع الوالد واروح يم الوالد واشتغل مع فلان واقوم مع فلان، اني تونست حتى في البرنامج اني احاتي اني ادخل عند الناس قدام الكاميرا واقول رفض كروت حمراء كل ابوه، عاد هو الآلية تعرفون كرتين ثلاث كروت حمراء برا. اي نعم. ويجيني واحد الله يسعده والله ما ادري منه، قال يا ناصر ادخل عليات حاجه فراجحي وتصدق، وما معي في الصرافه الا 3 ريال، وادخل على الصرافه واتصدق بالثلاث ريال دي. وانا الصراحه يعني ما قلت الصدقه ذي بتيسر الصراحه، ويا طول العمر اتصدق بهالثلاث ريال دي وادخل داخل. والله يا ريجي لانهم رافعين ثلاث كروت حمراء، رفض يا عيفان رفض، ثلاث كروت حمراء يعني مرفوض. ويجي مداخلة من اللي كان ماسك التوقيع، قال وش قلت يا تركي الموسى؟ تركي الموسى هو الوحيد اللي قابلني، هم ثلاثة رافضين يجي ثلاثة معني خلاص برا يا ناصر سعد. قال تعال خليه يجيني، هو أنت اللي قبلته يا الوحيد؟ قال لي قال خليه يجيني، وأنا وقع وخلص وادخل مع الريجي. سبحان ثلاثة الله، يسرها الله سبحانه وتعالى. وهذا الموقفين اللي حصلت معي، فتصدق وبادر ويا مسلمين. يا سلام. مش تنتظر يا سلام. الوجه أبيض، هذه من أثر الصدقة اللي خلتنا نشوفها الحمد لله في هالمكان فضلا من الله، ولا كان ما أعرف هناك للحين، والحين عنا أعذن الناس الثانيين يشاركون قبل. هذه دعوة لكل اللي بيشاركون من اللي نادى، بس لأنه وعدته بجي أبشر. أول شيء شباب واحد يقولون شغل اللمبات كاملة، ما أدري جعلك تسلم. أسلم. تمام خلاص نورك يسد يا أبو غالا أنت وشيخ، جعلك تسلم الله يبيض وجهك. سامي حبيبي مشعل حياك الله يا شيخ، يعلم الله أنك أسعدتنا بوجودك وحضورك أنت أبو غلا. فيه موقف ربما أن سجين عنه بخصوص موضوع الصدقة، ربما واحد يتصدق من قلب بنية مثلا شفاء أحد أو تفريج كربة أو حل موضوع، بس ما تصير له أو ما ينحل الموضوع هذا أو ما يصير له اللي هو يبيه. أنا مرة تصدقت بنية شفاء المرض بيني وبين نفسي، ما حد اعتلم حتى المستشفى ما رجعتي، تصدقت بنية شفاء مرتين ثلاث، ضقت يعني قلت ممكن اني مقصر مع الله بشيء، ليه من قبلت الصدقة؟ ليش من اللي ما انا نفسي ما ليش ما شفيت؟ المهم تصدقت مره من المرات وفكر في الموضوع هذا، قاعد اتفكر في الموضوع ليش يوم اني تصدقت ما صار الشيء هذا. صار لي موقف بوقتها وقت وانا رايح بالسياره بعد ما تصدقت، اعتلمت بشيء كنت انا اجهله والاغلب يجهله، وانا رايح بغيت اصدم فكني يلا من الحادث
مع ان الحادث هذاك لو صدمت انا اقول 100% الا من رحمه الله بموت. الله المستعان. وكتب لي الله عمر بسبه صدقه بعد بريال، والله بريال. وكنت بوقتها يعني زعلان وضايق، قلت يمكن ليش انا تصدقت ولا صار. وبعضهم يعتقد انه لا تصدق انه راح يصير الامر هذا، ربما ان الله ياخذ هالشيء هذا او دعوه ويحطها بشيء ثاني. وهذا الموقف حبيت اني اشكر اللي واذكر لكم واشكر الله على اللي صار. يستمر مبلغ يعني ريال يا ريال ان شاء الله. احسنت، لا تستهين. نعم، اهم شيء هو عليك، اهم الثقه بالله. والله سحبت عليه. يعني انت ادفع وانت متيقن الله بيعوضك. لذلك الله يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سم في ابيات يقول لنا عيبان قبل يومين، اسلم يقولها لنا. ابشر الله يبيض وجهك يا محمد. هذه بيوت الشاعر، لكني في المجالس مثل ذي حب اني اذكرها لأنها من البيوت المؤثرة. يقول من أنوار الشوارع والصخب والناس والبنيان، من أنوار الشوارع والصخب والناس والبنيان، تحن لذاتك المفقود فيك وتجلس قبالك وتتساءل لماذا سمي الإنسان بالإنسان، وتشغل بالك بحاجات ما تخطر على بالك. نزلت الأرض تمشي في النبات وتركب الحيوان، وهم فيها قبل طينك ومسنونك وصلصالك. تفاخر لا ذكرت أن نفخ في روحك الرحمن، قبل تفخر في أبوك وعمك وخالك. قسم بالله يا عطر البشوت ولمعة التيجان، على باب المساجد ما تساوي موضع نعالك. إذا عشت في سربك معافى وامن وشبعان، كأنك تملك الدنيا بما فيها لك الحالك. تبسم وكرم المسكين ومسح دمعة اليتمان، يجيلك يوم ما ينفعك لا مالك ولا عيالك. تخيل منظرك ماسك كتابك خايف وعريان، تخيل صوت أعضائك وتحكي عن أعمالك. وقبل النار والجنة يوقف مالك ورضوان، من الحين استعد تمر يا رضوان يا مالك. صح لسان والله قايلها. انت اللي كتبتها شيخ؟ لا هذه من القصيده اللي انا حافظها حق فيصل العطاوي شاعر. ما شاء الله ما شاء الله، صح لسان ولسان ناقلها والله. الله يطول عمرك ويسلمك شيخ. شوف الان مثل هالابيات القصص اللي ذكرها الشباب، كيف يا شيخ انها كلها تاثير؟ الانسان يستغل فيما اعطاه الله من موهبه فانه ينفع الناس. الان هذه الابيات لو الانسان تاملها وكل كلمه فيها ترى لها تاثير مو بسهل. والقصة اللي ذكرها الشباب كل قصة لها تأثيرها يعني على نفسه وعلى من يسمع. سام أباخذ قصة بجيك شيخ. أسلم أسلم. قصة أنا طول السلام أول ما توظفت اشتغلت في وشتي في السيارات اللي خربانة وصالح. وعين الخير منه جلست في شغال هذا السنين فيها التشليح طبعا. أيوة التشليح. جميل. ولا مرة طلعت مبلغ لله أخذها مع هالدنيا. إلين يوم من الأيام شريت لي حول 5 سيارات وانشبت في حلقي يا شيخ 3 سنين أو 2.5 سنين. حلو والله ما قلت من بعد أروح يسار ما لين جلست مع أخوي فهد قال لي ود أنت تصدق؟ قلت لا. قال طلع مبلغ منها. قلت لا. قال رح كلها في السيارة. حلو. كاد ويجي يوم والله العظيم بدخل ذاك السوبر ماركت اللي ألقى واحدة من أخواتنا اللي تطلب ما عند الله. أي نعم. وأعطيها المكسوم. والله يا شيخ إني طلعت من السوبر ماركت بس بدقيقتها إلا داق واحد قال أنا بيه. هل موجودات ولا لا؟ اللي على خبر قبل سنة. كلها 5. إي والله يا شيخ. صادق. إن ما جلس أنا في ذمتي ذاك اليوم. صادق. فأنت قدم اللي عندك وبيجيك الخير من الله. يا سلام.